السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم عجين سحريه اللي غادي تحتاجوها الكريب اللي غادي نحتاجو فيها في المقادير، او تاكوس اللي كيجي غزال ورائع وكنقدموه مع الفريت. بالنسبه للعجين ديال الكريب او الباناكوك اللي غيختص بهاد الساندويتشات، عندي هنايا 4-3 ديال الكيسان ديال الدقيق، ما يعادل هاد الكاس هذا ديال 200 مليلتر او الاقل على حسب نتوما على افراد العائله ديالكم، ولا تقدروا ديروا جوج. هنا عندي بيضه كامله، هنا عندي 4 ديال المعلقه ديال الزيت، وهنا عندي الملح، وعندي شي شويه ديال الابزار، وهنا عندي واحد المعلقه جوج معالق كبار ديال بودره الحليب. الا ما كانش عندكم تقدروا تستغناو عليها، ولكن ما تزيدولهاش الحليب اللي غادي يكون تزيدو طري، يعني باش ما بغيناش هاد الكرب هذا يجينا رطب بزاف. وعندنا القياس اللي غادي يكون ديال الطحين، غادي يكون ديال الماء. هنا غادي ناخد اول حاجه، غادي ناخد البيضه، غادي نجرها هنايا باش تشوفوا كلشي قدامكم، نعلي لكم شويه الكاميرا. غادي ناخد بيضه، غادي نضيف عليها هاد الملح والابزار، وغادي نضيف عليها كذلك بودره الحليب، وغادي نضيف 4 معالق ديال الزيت، وغادي نضيف كاس ديال الماء واحد. نبداو به، حنا اختصرت لكم هاد النهار، ما احتاجيتش ندير لكم الحليب. صافي، هنا من بعد ما تخلطت ليا هاد العناصر هكا، دابا غادي نضيف ليه الدقيق، وغادي نبقى نزيد الماء. درنا الكاس الاول ديال الماء، غادي نضيفو الكاس الثاني، وحنا كنخلطو وكنشوفو على حسب الدقيق ديالكم. غادي نعطيكم الكميه ديال الماء، هذا الكاس الثالث. هانتوما جا هو هذاك القياس اللي بغيت انا، باش تشوفوه قدامكم غادي نجيب لكم واحد المغرفه باش تشوفوا الخليط هكا خصو يجيكم جاري. كل ما كنخفف الخليط كل ما كيكون حسن. انا غادي نزيد واحد شي شويه ديال الماء على حسب الكيسه اللي درت، زيت في التالي واحد شويه ديال الطحين بقى ليا في الـ في الـ في الباكيه، زدتو زدت عليه واحد شويه ديال هاد الماء. هنا بعد ما غادي نخلطو مزيان مده واحد الدقيقه باش كيرطب لنا داك الخليط مزيان، وغادي نصفيوه في الشبكه اللي غادي تكون هذه شبيكه اللي غادي نصفيوه فيها. هنايا انا غادي نتبع معكم. هنا غادي ناخذ هذه جبانه، وغادي نحاول انني نصفي هذا الخليط، كنصفيوه باش ما كيبقاولناش داك الحبيبات ديال الطحين، باش كتجينا داك الكريبه ولا داك ارطب هكذا. صافي، وكننزلو هادشي كامل وكنمعسوه هكذا حتى ما كتبقى لنا حتى شي حاجه ديال الخليط، باش كيجينا كيقولنا الخليط رطب. غيبقى لكم بحال هاد الشكل هكا شويه، حاولوا تزيدوه شي شويه حيت كيقصح شويه هكا، بي شويه ديال الماء باش كنرطبوه. هانتوما الشيء باش قلت لكم انا كيخص ضروري
يتخلط هذا زعما يتصفى. فاش كتقن عند العجينه عندنا رطبه صافي. دابا غادي نخليه يرتاح واحد دقيقه وغادي ندوزو باش نطيبو. صافي انتما شفتو الكريب ديالنا كي كيجي. هذا الكريب الماء اللي خاص بالساندويتشات. بغيتو ديروه تال شي حوايج اخرين ديروه تيمكن لكم. المقلة تكون قياس واحد باش يجيكم كلهم متعادلين، يعني كل شيء قياس واحد فما واحدة. هنايا حيت كنخبيو الخليط كيف شفتو كنخليوه حتى كينشف، ماشي حتى كينشف بزاف، كتحسوا بان الجنب كيتهزو. صافي كتبقاو تقلبوها ودوروها شي شويه بيديكم باش تعطيكم لون واحد. صافي ما كتحتاجش طياب بزاف، يعني واحد الخفيفه تكون هكذا باش هي رفي. مازال هذه اما نديرها في لاباري باستي، اما غادي نديروها في الفران، اما غادي نقليوها في المقله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس ديالنا. كيجي بحال هذا الشكل هكا، كيجي رائعين. كنقدروا نصوبوا بهم لي ساندويتش كاملين. بالنسبه هاني كتقدروا ديروهم هكا، تقدروا تعمروا بهم حشوات اللي غادي ديروا بهم لهذا في الحشوات اللي ديروهم في الفران. كيمكن لكم ديروا تاكوس اللي راكم كتعرفوه كيفاش كيكون، كاين الشكل هكا، كاين مربع، يعني انواع اللي كتكون سهله اللي كنعرفوها هكذا وكنقليوهم على هذا الشكل. وهذه هكذا اشكال، وهذه اللي كتكون هكذا. كنتمنى انها يعجبكم ان شاء الله وتجربوه، وغيكون سهل ومقادير متوفره في كل بيت ماشي رخيص. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لهذا الصوره اللي كتشوفوا قدامكم غتلقاو الرابط اسفل الفيديو ولا في خانه الوصف، غادي تلقاو الفيديو ديالها كيفاش وجدتو.